لجنة اليقظة التي تم إحداثها منذ أيام على مستوى عملة ورزازة تواصل عملها الروتينية في جدول أعمال اليوم، تقييم لحجم الخسائر المادية التي لحقت مختلف المناطق، وكذا تقييم للتدخلات التي تمت نهاية الأسبوع الماضية مع وضع خارطة عمل لفك العزلة عن باقي الدواوير المحاصرة. درنا هذه الخلية اللي هي تبعت المسائل على الصعيد الإقليمي، فأولا توجدنا على الطرق حتى نمكن المواطنين باش يدوزوا، والسهر على حياة المواطنين، وطبيعة الحال انتقلت عدة لجان للدواوير اللي هي كانت محاصرة، وفيناهم بعدة الأفرشة والأغذية، ولكن الدواوير اللي هي مازال الآن محاصرة بطبيعة الحال كان هناك واحد التضامن لتسجلوه بين المواطنين، والحمد لله معروف على المغاربة. مباشرة بعد هذا الاجتماع رافقنا فرق التجهيز والنقل التي انتقلت إلى جماعة غسات من أجل إصلاح الأضرار التي لحقت القنطرة المؤدية إلى مجموعة من الدواوير، والتي لا تزال مقطوعة إلى حدود زوال اليوم بسبب إتلاف أجزاء منها. هل أيسر الأضرار اللي لحقت الشبكة الطرقية؟ تم تعبئة حوالي 25 آلية كتشتغل تقريبا على تقريبا 6 ديال النقاط، ولقد تم فتح الطريق الوطنية رقم 9 من ورزازات إلى تيشكا، وكذلك تم فتح الطريق الوطنية رقم 10 على مستوى نقطة قنطرة كشيت، والأشغال الإصلاح فهي جارية ومستمرة. وحسب بلاغ للجنة اليقظة فلم تسجل أي حالة وفاة خلال تساقطات يوم أمس، وقد تم إلى حدود الساعة فك العزلة عن 88 دوارا من أصل 118 قرية محاصرة، كما تم توزيع مساعدات غذائية وأغطية على أزيد من 90 أسرة، وتقليص عدد الأسر التي انقطع عنها التيار الكهربائي من 18 ألف أسرة إلى 632 أسرة.